إذا حتى نستفيد من هذا الدوران اللي عندنا هون، من هاي عملية الدوران ومرور الماجنتيك فلكس دنسيتي وسرعة الدوران على 3000 RPM أو 1500 RPM حسب عدد البولز اللي احنا حاطينها، رح نيجي في داخل هذا الستيتر اللي حطينا فيه سلكين هون وحطينا فيه سلكين هون وحطينا فيه سلكين هون ومررنا فيهم. ايش مررنا فيهم؟ الثلاث كويلات هذول ثري فيز اي سي 3 فيز كرنتس، مررنا فيهم اي سي 3 فيز كرنتس. قديش هذول بينهم ان تايم؟ 120. وقديش بين الكويلز ان سبيس؟ 120. 120 درجه 120 درجه. اذا هون راح يصير في عندي ماجنتيك فلكس دنسيتي لها طول كونستانت وعمالها بتلف على سرعه معينه، بروح في مسارها بحط سلك. منيجي السلك هذا على الروتر، هذا السلك هون بدنا ناكد بس انه هذا السلك مش على الستيتر، هذا كله اللي رسمناه ستيتر بس هذا السلك موجود. ايش يعني روتر؟ ايش كلمه روتر؟ الشيء اللي ممكن انه يدور، لانه هذا مركب على بيليا، عارفين شو البيليا؟ البيرنج بتسمح لهذا يلف، اذا في شيء سحبه. خلينا نشوف هلا هذا كيف بسحبه. ماجنتيك فلكس دنسيتي عماله بمر بهذا الاتجاه، مر على سلك. راح يصير في عندي اول شيء جنريتر افكت. اول شيء راح يصير في جنريتر افكت اللي هو الحف، من هون اجت كلمه اندكشن. فبدي اعمل اندكشن لماجنتيك الكتروموتيف فورس في هذا السلك. شوف السلك شو بشوف، الماجنتيك فلكس عماله بتحرك بهذا الاتجاه، فكانه السلك عم بتحرك داخل الماجنتيك فلكس باي اتجاه؟ بعكس الاتجاه. لو انا المي عمالها تتحرك مثلا، انا واقف في المي والمي بتتحرك بهذا الاتجاه، كاني بتحرك داخل المي بعكس الاتجاه. فصار عندي كانه حركه السلك، كانه السلك عماله بيتحرك، هاي الموشن عماله بيتحرك بهذا الاتجاه. خلينا نسميها ريلاتيف. ايش يعني ريلاتيف؟ نسبيه. نسبيه الفلكس عماله بيتحرك بهذا الاتجاه، فالسلك كانه بيتحرك داخل الفلكس في هذا الاتجاه. تمام. ايش اتجاه الفلكس؟ الفلكس اتجاهه لما يوصل هون، لما الفلكس هذا يوصل هون كيف رح يكون اتجاهه؟ فكأنه في عندي سلك كوندكتنج عماله بيتحرك داخل فلكس اتجاهه هيك بهذا الاتجاه. نطبق الجنريتر افكت عليهم، الحركه بهذا الاتجاه والفلكس بهذا الاتجاه، هيك فلكس والحركه بهذا الاتجاه، شو راح يتكون في داخل الصفحه؟ فولتج، والفولتج راح يعطيني كرنت، فالكرنت اللي راح يتكون في هذا السلك راح يكون داخل الصفحه بهذا الشكل. يعني هذا السلك الان راح يلاقي فيه فولتج تولد عبره. سبب تولد الفولتج اللي هو اي ام اف بنسميه اندوس، اللي هي الحث. اوكي اندكشن. راح يصير في اندوسينج او في فولتج اندوسد ان ذيس واير بسبب وجود الحركه وجود ماجنتيك فلكس، وطبقنا عليه الجنريتر افكت، فقلنا الحركه هيك والفلكس هيك، فراح يكون اللي في داخل الصفحه في اي ام اف، الاي ام اف راح تمشي كرنت. هاي اول مرحله. نيجي على المرحلة الثانية، لما صار في عندي كارنت الآن داخل بالصفحة، هي الكارنت داخل بالصفحة، هيك مضبوط. هلا رجعنا عملنا شيء شبيه بمين؟ بأي محرك؟ دي سي. دي سي. ولدنا ظروف شبيهة باللي صار بالدي سي. عندي كارنت داخل بالصفحة، والفلكس هيك، وين راح يصير الفورس؟ راح يتكون عليه فورس. إذا الفورس إيش علاقتها بحركة الماجنتيك فلوكس؟ معه. فكأنه الماجنتيك فلوكس، أنا ما بقول إنه ميكانيكيا بعمل هيك، مغناطيسيا بعمل هيك، شو عمل بالسلك؟ الماجنتيك فلوكس إجى على السلك وكأنه دفشه. هو ما بدفشه ميكانيكيا، كيف بدفشه؟ كهربائيا ومغناطيسيا. إيش أول مرحلة عملها؟ عمل اندوسينج لإي إم إف بالسلك. الاندوسد إي إم إف بالسلك مشت كرنت. الكرنت اللي مشي حسب الموتور افكت ولد فورس. خلينا نكتب الخطوات هذول ستيبس. ستيبس ان تورك برودكشن. تورك برودكشن. واذا بدكم راح احط سلك ثاني مقابله عشان يصير في عندي كابل زي ما كان في الدي سي موتور، راح اخذ سلك ثاني من الروتر راح احطه هون وراح تشوفوا انه هذا راح يتكون، راح تكون الفورس عليه بأي اتجاه، راح تصير الفورس عليه بهذا الاتجاه، حسب الفورس بهذا الاتجاه. وهلا اظن هذه راح تكون هيك.
ايه الماشن ريليتيف؟ ريليتيف موشن. ريليتيف موشن. ريليتيف موشن هي الحركه النسبيه بين شغلتين. اذا عندي انا شغلتين، اذا عندي جسمين، خلينا ناخذ جسمين. اذا عندي جسم وجسم ثاني، وهذا الجسم اسمه A وهذا الجسم اسمه B. بقدر اقول انه A عماله بيتحرك بهذا الاتجاه بالنسبه ل B، لكن ايش كمان ممكن اقول؟ انه B عماله بيتحرك بهذا الاتجاه بالنسبه ل A. مش هيك؟ مين اللي بقرر؟ هم رلتيف بالنسبه لبعض. اذا B تحركت بهذا الاتجاه، ممكن اعتبر انه B متحركه وB ساكنه، فبتكون الحركه باي اتجاه؟ مين اللي بيتحرك بالنسبه لمين؟ A بيتحرك لB بهذا الاتجاه. لو اعتبرت انه A ثابته وB اللي بتتحرك، صارت B كانت تتحرك بهذا الاتجاه، مش هيك؟ وA ساكنه. واضح هاي؟ فهذا هون، نيجي هون. الفلكس عماله بلف بهذا الاتجاه. السلك هذا هو ساكن، ما بيتحرك. لكن انا بقدر افكر فيها كانه الفلوكس ثابت والسلك بيتحرك هيك، مش كانه نفس الايفكت؟ يا بقول الفلوكس بيتحرك هيك والسلك ثابت مكانه، او السلك كانه بيتحرك داخل الفلوكس، اوكي؟ لان انا بدي الاقي حركه السلك حتى اطبق القانون الجنريتر، هذه هي حركه السلك داخل الفلوكس، مش حركه الفلوكس حوالين السلك، تمام؟ لازم كل ملفين جنب بعض يكون لهم نفس القطبيه، صح؟ مين هم؟ اي ملفين مثلا شابتين جنب بعض لهم نفس القطبيه. تحكي عن هذول يعني؟ مثلا الاحمر والازرق. تمام، هلا هم هذول لهم نفس القطبيه بالرسم اللي رسمته هون، بس الكرنت رح يعتمد على هذول. اكيد. يعني ايه هلا باللحظه هاي الاحمر ايش اشارته؟ موجبه، بس الاخضر والازرق ايش اشارتهم؟ يعني عند النقطه هاي الازرق ايش اشارته؟ نيجاتيف. وهذول الاثنين؟ بوزيتيف. بوزيتيف، اوكي؟ فبيعتمد اي طور وين الفيز تبعه هذا اللي بقرر اتجاهات الكرنت. إذا بنرجع هاي ناخذ الخطوات ستيبس، أول ستيب إي إم إف، إيش إي إم إف اختصار لإيش؟ إلكتروموتيف فورس، اللي إيش وحدتها؟ فولتس. فولتس إز إنديوست. إيش كلمة إنديوست بالعربي؟ الحث يعني، مش هيك؟ إندكشن، قانون الإندكشن إز إنديوست إن ذا روتر wire by the rotating magnetic flux. magnetic flux. تمام، هي أول خطوة. شو الخطوة الثانية؟ إيش لازم هذا الـ EMF ينتج عنه؟ current. لازم current. إذا A current passes through the wire بنفس الاتجاه الـ induced EMF through the wire in the direction of the induced EMF. ايش الخطوة الثالثة لما صار عندي current؟ هلا هذا طبعا الخطوة الأولى بنسميها generator effect، خلينا نحطها بين قوسين. ايش يعني generator effect؟ يعني ولدنا voltage. هذا الجنريتر افكت. الكرنت مشي كانه هذا اومز لو، مش هيك؟ صار عندي فولتج وولد كرنت. وبعدين الخطوه الثالثه بصير عندي هلا موتور افكت. ا فورس اكتس اون ذا واير ديو تو ذا كرنت فلو. لانه في كرنت ماشي فيها وفي فلكس. ذا كرنت فلوينج through it and the magnetic flux. magnetic flux surrounding it. Okay, تمام، هيك تولد عندي. نشوف هلا اللي صار عندي، شو صار عندي على هذول السلكين؟ في فورس هيك وفورس هيك، ايش بنسمي هذول التو فورسز؟ متساويين في المقدار؟ كبسل. وعكسين في الاتجاه، معكوسين، عكسين في الاتجاه، متساويين في المقدار، فعندي هاي بنسميها مثلا F2 وهاي بنسميها F1، F1 و F2 صاروا كابل، ايش بحاول الكابل يعمل في جسم؟ يلفه، هذا تورك، هي كمان عندي تورك، الفورس في المسافة هاي بتعطيني تورك، الفورس في المسافة هاي بتعطيني تورك، هل بكون عندي بس سلكين في الروتر؟ لا. بحط عدد كبير من الأسلاك هون وعدد كبير من الأسلاك هون، بسمح لهم إنه يمر فيهم كرنت. هذا بنسميه سكويرل كيج، بشيل شكله زي شكل القفص السنجابي. بحط هدول هون مش
مجموعه الاسلاك هاي اللي موجوده في الداخل بصير شكلها زي شكل القفص السنجابي، فبنسميه سكور الكيج اندكشن موتور.